الكرة الإيطالية، ليس أنت يا ساكا، ليس أنت يا بوكايو ضيعت. الجرينتا الإيطالية، الفخامة الإيطالية، السينما الإيطالية، المطبخ الإيطالي. إيطاليا رمز لكل شيء. هلا والله يا جماعة الخير، وزي ما انتم شايفين شو مختلف، رجعنا بعد الحجر واخيرا، وطبعا على طول احنا نرجع بمقاطع مرة قوية وحتورطني صراحة. لي 12 يوم انا جالس بالبيت وماني قادر اسوي شيء، فعلى طول بنخش بتقليد تصديات وهو اصعب انواع المقاطع هذه، فالله يستر ايش حيصير فيني يعني، وخاصة احمد ورامي. زي ما انتم شايفين لابس قميص ايطاليا رغم اني ما اشجع ايطاليا، عشان دوناروما، عشان دوناروما وعشان فازوا برضو باليورو، فيستاهل والله، يستاهل الازوري. طبعا من مشجعين ايطاليا، واحمد من مشجعين مين؟ ارسنال. يا كذاب والله، الارجنتين والله. صبري صبري، لا انا الارجنتين هذيك بالكوبا امريكا، باليورو ايطاليا، باليورو ايطاليا. لا انا بلجيكا، والله انه فريق يستحق المتابعه. فاللي معي اثنين طليان، لكن انا اشجع بلجيكا وانجلدنا من ايطاليا. حنجلدك الحين ان شاء الله. الله يستر الحين. عمركم شفتوا واحد يشجع بلجيكا ولابس ايطاليا؟ احنا شوف احنا ايش قلنا، والله يقلد الحارس. انا قايل من قبل اللي حيفوز باليورو حلبس بلوزته ان شاء الله، يكون اكره منتخب في الحياه. ما حقول ايش المنتخب اللي اكرهه عشان لا تغلط، بس لازم اكون قد المسؤوليه. يا اخي في شعور غريب كذا، حاسس انه في روح جرينتا. ايوه نفس كليني نفس كليني بلوتشي. طبعا في شيء عرفناه من صبري في دخول اليورو، ايش هو؟ انه اي توقع يجيب عكسه. ايوه السحر، القصه هذيك والله يا جماعه سحر، اقسم بالله. بمباراه انجلترا والمانيا الكل يبغاني اتوقع انجلترا عشان تفوز المانيا، لكن انا كذا قلت لا، انا حتوقع المانيا تفوز 2-0، فازت انجلترا 2-0. صرت خاف منه قسما بالله، والله شو انا عشان يفوز الارجنتين بالكوبا امريكا سكت، كنت حتوقع الارجنتين وميسي يعتزل. شوف صراحه بطوله اليورو هذه للامانه هي بطوله الحراس، اتوقع تعترفوا انتم بالشيء. والله كلهم يعني لو بنقلد افضل التصديات كلها نحتاج نقلد 50 تصدي واكثر. اكثر ناس صنعوا الفارق الحراس، واثبتوا مقوله انه الحارس نص الفريق واكثر. شفت حارس سويسرا، والله اول مره انا شوف انه مجهود جماعي يخرب مجهود فردي، يعني سوى اداء مو طبيعي. ودونا روما اصلا مين اللي فوزهم؟ ما فازوا بتسجيل هدف ترى ايطاليا، فازوا بتصدي حارس، اخذ افضل لاعب في البطوله. طبعا اليوم حنقلد افضل 5 تصديات انا اخترتهم، وطبعا في حراس كثيره للامانه، ممكن نسوي جزء ثاني في حراس كثيرين ما حقلد تصدياتهم لانه التصديات كثيره مره، بس حبيت التصديات هذه وحاب انه نقلدها. حاب اجل في امل نسوي جزء ثاني، ممكن اكتبوا لنا بالكومنتات لو تبغوا جزء ثاني، ممكن نسوي جزء ثاني. فليتس جو، نروح الحين التصدي الاول. يلا روح. التصدي اللي بنشوفه الحين، اخترت هذا التصدي لانه انظلم اعلاميا جدا، تصدي هذا الحارس فنلندا، حرفيا يا جماعه تصدي جبار جبار. الحين حتشوفوه. بسم الله. اوبو جات التمريره، شوف يب مغطي عليه المدافع وركنها اقصى الزاويه اللي هناك وجابها. طبعا جت كذا من تمريره وشات بالرجل اليمين. عاد انت زي حق التمبابي هذا برتغال. ايوه يا شيخ والله ما ايوه صح، وتصدى لها الحارس. يا جماعه حرفيا هذا التصدي جدا عجبني، وفي له رده فعل قوه قفز جباره للحارس. فالحين بنجربه. عاد انت رجلك مفضل اليمين وانت اليسار. طب دقيقه صبري بس، ايوه الحين اصعب الحارس الكرات اللي فوق واللي تحت حسب الحارس، بس انا الاصعب لي تحت صراحة. اي احد عنده نقطه ضعف ويطورها. بس احمد ابغاك تركنا بالزاويه التي يسكن بها الشيطان. يلا الحين طبعا يا جماعه لي اسبوعين ما سويت اي مجهود رياضي، فاحتاج تسخين طويل. ثلاثي الطلياني. ايوه يعني احتاج اكثر من ربع ساعه تسخين للامانه عشان لا نصاب ونخرب ام المقطع. الله عليك، والله احسن من التصدي حقك. لا لا اقوى. حلوة حلوة، هذه حلوة. كفو صبري، روح للي بعد.
التصدي اللي حنشوفه هذا اكثر تصدي عصبني ورفع ضغطي كان ايطاليا ضد بلجيكا ودي بروين شات شوتة بنت لذينة ودونا روما كيف صدها ما ادري والله انا صرخت صراخ هنا انه مستحيل كيف كذا صدها الحين بتشوفوا اتوقع الكل يعرفها اللي اقصى اليمين شوفوا يا شباب الكل يعرف اوريدي اخذ الكوره يسار وركنها يسار يا شيخ يا شيخ اتعب وامدح دوناروما بس يعني ممكن ترى الكره هذه تكون سبب تاهلنا اكيد طيب ال90 والله مو اي حارس شوف حتى الزاويه كانت غايبه عن الحارس كان اللاعب مغطي هذه رده فعل يكون يا اخي مو طبيعي التصدي ايوه يعني طلعت الكره ما أيوه. شيء مو متوقع الكره من خلف المدافع بالضبط يعني مو متوقع ما شاف الا عنده وكيف جابه ما ادري السيناريو انت عاد حتوقف مدافع وبما انه قدمك مفضل اليسار حتركنها يا بيسار اقصى شيء وعاد انا الباقي علي يلا حاول نقلد بقدر يلا ليتس جو ها ايوه هذه في اليد المقلوبه ايوه اولا يلا صبري ايوه يا اسطوره يلا صبري ايوه اقسم بالله مره ثانيه موضوع صعب انك لازم تسوي زي ما سوى وتحط هناك تنقز اللي بعدها تعبت التصدي اللي حنشوفه الحين هو تصدي وتحدي بنفس الوقت تصدي شمايكل لستيرلينج تصدي كوره يعني انا لما شفتها شمايكل سوى رده فعل مو طبيعيه حتى المعلق واضح من لهجته انه انجليزي ومع فريقه بس انه انبهر جالس يقول وات ذا سيف خلينا نشوف شفت الكوره الحين بو 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 بو. شوفوا كيف تصدى ايوه بالضبط وعرف وين يتمركز لكن احنا حنسويها بمثابه التحدي كل واحد له خمس كور وحيناول للثاني حتجيك الكره وعلى طول حتشوت وحنشوف كم كوره تقدر تدخل كم كوره انا اصدها يعني ما حركونا في النص بس كذا حتشوت بنفس طريقه ستيرلينج عاد تجي هدف تجي تصدي حنشوف كيف مدى الصعوبه هذه تمام يلا حرفيا يا جماعه ترى تصدي شمايكل ممكن تشوفوه انه جت في جسمه بس ترى سوى يعني تمركز ورده فعل مو طبيعيه اخطبوط 5 في 5 الرامي واحمد ليتس جو لا 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 صبري بس انتبه على وجهك اوه صبري يا شباب كل شيء كويس ما عليك حطيته عين والله يلا روح حلوه اقسم بالله اسطوره اقسم بالله اصبر يا الهي الدخله ما ادري ايش فيني جاتني صفق وعلق جاتني جرينتا الحين عاد جا دورك رامي يلا روح باليسار الحين شكلك حتشبكني يا واد يا واد 90 اللعنه يمين صعبه قول قويه طلعت برا نروح الحين للي بعده التصدي اللي حنشوفه الحين تصدي لحارس المنتخب التشيكي برضو ما انشهر مرة وتصدي حرفيا ستر فيه على فريقه كان حيجي هدف عكسي فخلينا نشوفه الحين شوف كيف هذه عرضية ناولها نقشها وشوف والله اقسم بالله لعبة خطيرة بس عكسية كانت تعرفوا انه هذا اليورو هو اكثر نسخة جاء فيها اهداف عكسية في تاريخ بطولات اليورو جاء كم 9 اهداف عكسية حارس شال البطولة ايوه حرفيا البطولة هذه يعني بطولة مرة غريبة اهداف عكسية مرة بطولة للحراس بطول جبار. بالعرض فخلينا الحين نقلد السيناريو ليتس جو لو جبت هذه كفو عليك حلوين بس ما قدرت اني اصدها باليمين كان حركة جسمي
وصلنا كذا يا جماعة لنهاية مقطعنا، وبرضو التقليد هذا حاولنا نقلد قدر الإمكان. أتمنى يكون إنه عجبكم المقطع، ولو تبغوا برضو جزء ثاني نسوي بإذن الله، لأنه صراحة زي ما قلنا التصديات مرة مرة كثيرة للأمانة، متعبة والله، مرة صبري بدع صعبة، وأنتوا بدعتوا والله. والله أعطونا رأيكم زي ما قال بالتصديات، وبرضو لا تنسوا تتابعونا حساباتنا في الانستغرام تلاقوها هنا. إحنا نحاول يا جماعة نقلد اللي صار مباريات قدر الإمكان قدر الإمكان. صعب إنك تقلد 100% لأنه أصلاً ما في 22 لاعب وما بنلعب مباراة. أيوة وبعدين الناس محترفة يعني. برضو في نقطة ثانية، هي سيناريو جاب الصدفة ترى. فاحنا بنحاول قدر الإمكان نسوي زيها. برضو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، اشتركوا بالقناة. لايكات يا جماعة اللايكات. بنوصل 500,000. وبرضو إيش كمان، تفعلوا جرس التنبيهات وتشيروا المقطع في كل مكان. ونشوفكم. واليوم في دقيقة أسئلة. هنصور دقيقة. خلاص شافيت يا صبري. نشوفكم على خير. حكمة تمشي عليها في الحياة. صراحة أني أكون دائما ببيئة أتطور فيها، أتطور في البيئة اللي أكون أنا فيها، وبرضو بيئة تقدر قيمتي، هذا أهم شيء. حلم بمجال الحراسة. صراحة مو بالحراسة فقط، لكن بشكل عام بالرياضة. يعني حلمي أني أكون ملهم لأي شخص يتفرجني، بحيث أنه لو كان غير رياضي يصير رياضي. توقعاتك لبطل العالم القادم. صراحة في إحصائية مضحكة وغريبة ومخيفة بنفس الوقت، هداف اليوروب 2008 اسباني، 2010 اسبانيا بطلة كأس العالم، هداف يورو 2012 الماني، المانيا بطلة كأس العالم، الحين هداف يورو عاد شو اسمه 2021 برتغالي رونالدو، شكل البرتغال بطلة العالم. كيف تقوي عضلات البطن؟ بأنك تتمرن تمارين للكور، واي تمرين ترى حيفيدك. وخلصت يا جماعة دقيقة الأسئلة. شكرا لمتابعتكم، شوفكم على خير.